انت محمد من الجزائر ورئيسك لم يغادر بعد يعني روسيا، وروسيا الان يعني تعلن يعني وافتتاح قنصلية في القدس، يعني يفتح قنصلية في القدس بش يقهر الاسرائيليين. يا رجل بش يرضيهم وبش يتقرب منهم مش بش يقهرهم، لا ادري كيف البعض يفهم، لا ادري. على كل حال هذا البرنامج فيه يعني من مختلف الفئات. الموقف الروسي في سوريا موقف الحقيقة مخزي حقيقة، يعني انت عامل فيها انك انت داعم وحليف رئيسي للنظام السوري وذبحت نصف الشعب السوري، لكنك الآن تقف متفرجا أمام القصف الإسرائيلي المتكرر. ليش؟ لأنه عندك مصالح مع تل أبيب. وسعداء الروس لعلهم بالموقف الإسرائيلي من الحرب الروسية الأوكرانية، عرفوا يلعبوها صح الإسرائيليين طبعا في أوكرانيا، فالآن ربما جاءت لحظة المكافأة، أعطاهم أو أهداهم بوتين قنصلية في القدس. لكن يا حبيبي القدس هذه عاصمة فلسطين، فلماذا يكون هذا على حساب الفلسطينيين؟ ولماذا برأيكم السلطة إلى حد الآن صمتت؟ أتراها لا تريد أن تغامر ببعض المصالح، أقول بعض المصالح مع الروس، وقد ذكر ضيفنا بعضها، أم تتريث حتى تعرف حقيقة الأمر، أم ستصمت تقول لك قنصلية يلا المهم مش سفارة؟ ماذا ترون وماذا ترجحون؟ أخي صالح والله يعني ضجة كبيرة على هذا، عن الدولة هذه الروسية. يا أخي هذه ماشي دولة إسلامية اللي نديروا عليها قاعدة ضجة. نعرفهم عندهم مصالح، وكما قلت نتايا وكما قال المحلل نتاعك، يعني عندهم سياسة مع، ما تنساش باللي في أوكرانيا أول دولة اللي يعني في هذه الدولة الإسرائيلية يعني ما وقفتش مع أوكرانيا، وعندهم مداخل. أنا الشيء اللي يهبني يا أخي صالح، اسمع لي ولربما ما تتفقش معايا، هذه الدول العربية المطبعة واليوم مازال كاين المتدخلين كما هذا الاردن، هذا اللي دار لك هذا اللي كنت تحكي عليه، قال لك الروس راه عندك التطبيع فما في اردن. انا والله يا اخي صالح نطلب من المتدخلين اللي يدخلوا. اعطيني رايك ودعك من المتدخلين. شكرا لك احمد بن فرنسا، اشكرك. شكرا لك، كل واحد يعبر عن رايه. محمد من الجزائر. صالح يا اهلا بيك يا صالح، احنا اللي قدرتنا غدرتنا فرنسا، هنا اللي غدرتنا الاموال الخياليه. شكرا يا محمد، يا محمد بربك انت ما عندك كان قصه فرنسا. اليوم موضوعي روسيا وتل ابيب، يعني انا لست موقا الان لاطلاق الصواريخ على فرنسا، موضوعي ليس فرنسا اليوم، روسيا وتل ابيب. روسيا وتل ابيب، تفضل. انت راك تقول بوتين يغدر على فرنسا هي اللي غدرتنا. ما ليس موضوعي فرنسا، ليس موضوعي فرنسا، موضوعي روسيا. اعطيني موقفك يا صالح. انا اقول لك بوتين حاشاه، فرنسا هي اللي قدرتنا. بوتين حاشاه. كيف حاشاه وهو يفتتح قنصلية في القدس؟ يا رجل هذه العاصمة الفلسطينية الموعودة. القدس خلاص الناس قاعدة فتحت قنصلية يا صالح. شكرا لك محمد من الجزائر، اشكرك. انت محمد من الجزائر ورئيسك لم يغادر بعد يعني روسيا، وروسيا الان يعني تعلن يعني وافتتاح قنصلية في القدس. يا ريت الرئيس بوتين او الرئيس تبون عفوا يعطي رأيه في هذا الموضوع، والجزائر دائما داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية كما تقول، فيا ريت الرئيس تبون يعني يعطي رأيه لرفيقه وأيضا حليفه بوتين، يقول له بأن هذه الخطوة غير محمودة وغير مقبولة عربيا حتى توضع النقاط على الحروف. تفضلي فاطمة. نتعامل الأخ اسمح لي يعني كل الكلام عليا والمعنى لجارتي، الكلام مبطل على الفتحة وعلى الجزائر. يعني رئيس الجزائر راح لروسيا، روسيا كتأثر بهذا بالسفارة في إسرائيل، يعني لوم العرب لوم شوتي. روسيا بكري عندها علاقات مع هذه مع 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 اسرائيل، لوم واحنا حنا المسلمين. المغرب حتى تونس عندها علاقه مباطنه، الاردن، كل الدول العربيه، ليش لوم روسيا؟ روسيا ما عندها حتى لوم دخل. لكن انا اللي فهمت من قصدك هو الكلام كله على الجزائر، يعني رئيس الجزائر كان في روسيا فتحت السفاره في هذا في اسرائيل.
ما عنده حتى معنى صراحة، يعني في أي حاجة تخلو الجزائر، يعني مش عارفة ثم أعداء الجزائر وأعداء السيد هذا خاصة الجيش الجزائري. مش عارفة من خلال حلقاتكم هذه هذا وكلامكم. طيب إذا 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 كان هذه الخلاصة التي يعني خرجت بها حضرتك هذا يعود لك على كل حال، شكرا جزيلا لك. لا لا يا فاطمة، يا فاطمة يا ريت فقط لما تتابع الرأي الحر تتابعي بعقلك مش بعاطفتك، وأيضا لا تحسبين يعني كل صيحة على الجزائر. نحن أشرنا إلى الجزائر على اعتبار بأن الرئيس تبون كان لتوه في روسيا، فبإمكانه يوجه عتب إلى رفيقه وحليفه بوتين يقول له يا رجل عيب تفتح قنصلية في القدس. والله يا الأخ صالح صدقني أنا جيران، لكن والله يا الأخ صالح يا أنتم أمنيتكم وخاصة الإسلاميين أنه الجيش الجزائري يسقط. الله أكبر، شكرا 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 لك، والله لست مستعد حتى لسماع بقية المداخلة. أنتم الإسلاميين أول لا أدري من تتحدثين، أنا صالح الأزرق مقدم هذا البرنامج ولم أنتمي يوما، وهذا الحقيقة ليس عيبنا، أنا أقول ذلك فقط من باب الأمانة التي يعني حمل لي أهل الجمهور. لم أكن يوما في أي حزب إسلامي، مع أن الأحزاب الإسلامية أثبتت بأنها ديمقراطية أكثر من أي حزب آخر ديمقراطي، وأقولها ربما المرة الأولى. شكرا لك فاطمة عزيزتي، شكرا لك. أنتم الإسلاميين تريدون سقوط لا أدري ماذا، مين قال لك هذا الكلام؟ مين؟ البعض يا رجل لا يقبل الانتقاد، فقط أنك تشير إلى الرئيس تبون فقط كان في روسيا، أنت وصلت إلى الخط الأحمر، فينقلب 360 درجة. شو الكلام؟ من قال لك احنا نريد الجيش الجزائري ان ينهار او نريد ان هذه خلاصاتك انت عزيزتي في مخيلتك، عالجي نفسك مع التقدير والاحترام طبعا، عالجي طريقتك في فهم ما نقدم وهذا ما اعنيه طبعا. اما قصه انه نريد الجيش الجزائري بالعكس، نحن نريد الجيوش العربيه ان تكون عزيزه وكريمه في اوطانها وفي مسانده ودعم امتها، اكان الجيش الجزائري او الجيش المغربي او الجيش التونسي او كل الجيوش العربيه، نريدها أن تكون عزيزة وسند لهذه الأمة، ولا نريد لها إلا كل الخير. إن شاء الله تكوني فهمتي، وإلا تحتاجي حدا فهمك لا أدري على كل حال. أما أن روسيا يعني لأن الرئيس بوتين كان هناك صارت روسيا حبيبة وتدافع عليها كما تشائين، هذا يعود لك. الآن الجزائر لأن الرئيس تبون راح روسيا والعلاقات يبدو في اتجاه أن تتزايد وتتصاعد، فيأتيك مشارك من الجزائر يقول لك روسيا هي الملاك وما في القصة هذه القنصلية لا شيء. علينا أن نكون عندنا جرأة أن نتحدث على المواضيع باستقلالية بعيدا عن الهم الوطني بين ظفرين. فتح قنصلية يهم الأمة بكاملها، القدس هذه عاصمة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى. أما لأن الرئيس أبون هناك علينا أن نلاطف وأن نجامل روسيا، لا والله لا نفعل ذلك. إذا كانت روسيا تتعامل معنا بوجهين تأخذ منا مصالحها ثم تضربنا في ظهورنا كما تفعل في سوريا وكما تفعل في ملفات عديدة في السودان، وذكرنا السودان منذ قليل، فهذا لن يدفعنا للصمت. علينا أن نقول للمسيء أسأت. بعض الأنظمة العربية لا تريد ذلك، ولهذا الأمة الآن في مؤخرة القوم ومصالحنا راحت يعني ديست تحت أقدام الدول الكبرى. وفاطمة من النوعية اللي صفق للأنظمة، في هذا المنبر لا نصفق لأحد، نحن نصفق للأمة بأسرها. إن شاء الله تكوني فهمتي يا فاطمة. أنا عندي رأي ربما مخالف والبعض يؤيد والبعض يكون ضد. أنا في قضية في حزب روسيا في فلسطين والقنصلية أنا أقول حسب رأيي. يعني بوتين أهل له مصلحة في فلسطين، يحتاج الأراضي، يحتاج المال، يحتاج سلاح، ماذا يحتاج؟ ربما أجيبك على السريع، ربما لديه مصلحة في التقرب والتمسح على أعتاب تل أبيب، هذا كيان المحتل المجرم. المحتل هو الروس، هو كما نقولوا عندنا سي صالح، اسمح لي أخوك جزائري يهضر معاك. تفضل. أنا كما يقولوا مثال مسمار جحا، وهذا ضد اليهود ثم، خلي يكون الروس خير، واش داروا العرب بالفلسطين فوق قدام السنة؟ أنا ماذا بيا يكون الروس كل في فلسطين باش يقهر هاليهود هادو. لا لا لا, لا يا عمار يا عمار يا عمار، الواضح الأمر ملتبس عندك. أولا نحن نقول الإسرائيليين ولا نقول اليهود، لأنه نحترم الديانة اليهودية ولا نريد الإساءة لأي يهودي. اسمح لي أكمل. فتح قنصلية روسية في القدس لا يعني أن الروس سيهاجرون إلى فلسطين. القصد هنا
الابعاد السياسيه والدبلوماسيه، لا نتحدث عن هجره روسيه الى فلسطين. تفضل وصل، تفضل. لا لا نواصل لو سمحت وتكرمت بارك الله فيك. ما خير يقول كما نقولوا مسمار جحا ضد اليهود، انا ضد اسرائيل هذو. هاك شوف دول الاخرين جابوهم لموهم، الدول العربيه واش داروا قضيه فلسطين، واحنا جزائريين دائما نقولوا مع فلسطين ظلمه ولا مظلومه، ولا يقولوا ان بوتين وتبون لا 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 هذا بعيد كل البعد سياره سياسيه اقتصاديه امور اخرى خاصه خارجه عن المجال باش ما نغلطوش الناس وباش ما نكذبوش على الناس. من قضيه القنصليه ولا السفاره انا مع بوتين يفتح واش يفتح في فلسطين باش يقهر اليهود هذو، هذه عقليه. شكرا لك عمار، اشكرك عمار من الجزائر. يعني يفتح قنصليه في القدس باش يقهر الاسرائيليين؟ يا رجل باش يرضيهم وباش يتقرب منهم مش باش يقهرهم. لا ادري كيف البعض يفهم، لا ادري. على كل حال هذا البرنامج فيه يعني من مختلف الفئات والمستويات الثقافيه وحتى التعليميه. شكرا لك عمار، انا سعيد جدا بمشاركتك، لكن بالتاكيد فتح قنصليه في القدس هو ليس لقهر الاسرائيليين بقدر ما هو العكس تماما، هو التقرب منهم، وربما كما قالت بعض التحليلات هو لمكافأتهم في موقفهم في الحرب الأوكرانية الروسية، وربما حتى في ملفات أخرى في العلاقة مع أمريكا. الآن عندما يكسب تل أبيب يصير وكأنه يستطيع أن يناور مع أمريكا، هذا لعب سياسة، وهذه الدول خبيرة وخبيثة في آن معنا.